ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذن بداية، حالة من التحرك بين الارتفاع والانخفاض الطفيفة على مؤشر الدولار وأداء الدولار بالمجمل، هل فعلا وصل الدولار إلى أعلى قمة مسجلة له في عام 2022؟ أعتقد نعم، بلا شك الدولار الأمريكي نزل من القمة، ومن الصعب جدا أن يعود إلى زيادة هذه القمة خلال تعاملات هذا العام. كمؤشر للدولار الأمريكي كان لامس القمة عند مستويات 115، عاد التراجع الآن هو عند تقريبا مستويات 104. طبعا تراجع الدولار الأمريكي كان بنتيجة أنه تقييم مسبق للمستثمرين على أنه الفدرال الأمريكي يتجه إلى رفعات أقل حجما في أسعار الفائدة، وهذا اعتبر نوعا ما تخفيف في وتيرة تجديد السياسة النقدية، ولكن ليس إيقافها تماما، وهذا ما سبب عودة للارتفاع الطفيف. ولكن مثل ما ذكرت، صعب جدا أن نعود إلى زيارة القمة بالنسبة لأداء الدولار الأمريكي، لا أعتقد هذا العام ولا حتى خلال العام القادم، لأنه السيناريو المقبلين عليه هو يعني أعتقد الدولار الأمريكي أقل سعرا أمام نظرائه في الفترة القادمة نتيجة سياسة تقترب إلى إيقاف التجديد السياسة النقدية والبدء ما بتثبيتها أو الحديث عن متى سيكون تقليص أسعار الفائدة. نعم أستاذ رائد، يعني بالتحديد حول الين الياباني، لاحظنا تحركات واسعة خلال تعاملات جلسة يوم أمس، الوصول إلى أعلى مستوى تقريبا منذ 4 أشهر، ما الذي حدث فعلا وما هو القرار الذي أثر على أداء الين الياباني تحديدا من المركز الياباني؟ التفاصيل. التفاصيل أن البنك المركزي الياباني الذي كان يسرف بعملية تسهيل السياسة النقدية وعملية يعني تبني أسعار فائدة سلبية وبرامج تيسير نقدية ضخمة، أعتقد يعني ظهر مؤخرا نتيجة الضعف الكبير الذي أصاب الين الياباني، يعني اضطر إلى القيام بإجراءات تعتبر تغيير كبير في السياسة النقدية. ما قام به هو عملية توسيع نطاق يعني العوائد على السندات في السندات اليابانية، وهذا من شأنه أن يجعل المستثمرين على يعني أهبة الاستعداد أن الخطوة القادمة سوف تكون ربما رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني اللي هي في المنطقة السلبية. بالتالي هذا يعطي نوعا ما تكهنات مستقبلية أنه انتهى زمن التيسير المفرط، وربما نتحدث عن تشديد في السياسة النقدية في الفترة القادمة، لذلك ارتفع الين أمام الدولار الأمريكي. نعم أستاذ رائد، أيضا يعني بالنهاية حول أسعار اليورو، إذا استفاد قليلا اليورو من التراجع الحاصل في مؤشر الدولار والدولار بالمجمل، هل تتوقع أيضا استمرار وتيرات التعافي لليورو في ظل هذا يعني إن صح التعبير التحرك في أداء اليورو؟ يعني نضيف إلى ذلك ليس فقط ضعف الدولار الأمريكي، حقيقة يعني مجموعة من القراءات التي صدرت آخرها كان من ألمانيا مؤشر الـ IFO وكذلك مؤشر ثقة المستهلكين في أوروبا، كلا القراءتين جاءتا بأفضل من التوقعات، وذلك وضع اليورو في يعني ارتفاعات أو في المسار المرتفع، ومن المتوقع أن يستمر بهذا النطاق. أعتقد اليورو ممكن أن ينهي تعاملات هذا العام فوق مستويات 1.07 إذا ما استمر السيناريو القائم على وضعه الحالي. أولا أزمة النفط بدأت تخف بثقلها على المنطقة الأوروبية، ثانيا ضعف الدولار الأمريكي أعتقد سوف نراه أكثر فأكثر حتى نهاية تعاملات هذا العام، ثالثا أداء البيانات الاقتصادية الأوروبية بدأ يظهر نوع من الإيجابية، وذلك يعطي زخم ويعني دعم لليورو. آخر شيء ممكن يكون أنه بقاء المركزي الأوروبي على التعهدات من خلال أي خطابات ممكنة حتى موعد اجتماعي القادم في يناير العام القادم، البقاء بتعهدات بإبقاء السياسة أكثر تشددية كما باقي البنوك المركزية حقيقة، وهذا من شأنه أن يضع اليورو أعتقد في مستويات أعلى من المستويات الحالية، حتى أتوقع أنه نتجاوز 1.10 بالنسبة لليورو خلال تعاملات الربع الأول من العام القادم.
نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.